يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من إن بوكس سبورتس، واللي طبعا بنتابع فيها معاكم اهم واخر الاخبار والاحداث الرياضيه اللي حصلت على مدار الاسبوع. على طول بنروح معاكم لاول خبر معانا واللي مرتبط بالسلاح. محمد حمزه لاعب منتخبنا الوطني لشباب السلاح نجح في الفوز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم واللي اتلعبت من ايام في فرنسا. حمزة حقق المركز الأول والميدالية الذهبية بعد ما كسب بطل فرنسا على أرضه وكمان وسط جمهوره بنتيجة 15-6. محمد كان كسب في الدور اللي قبل النهائي بطل روسيا بنتيجة 15-10، وطبعا حمزة من اللاعبين الصاعدين الواعدين كمان بقوة، ومنتظره كمان مستقبل باهر بإذن الله في السلاح. ألف مليون مبروك يا محمد، وبالتوفيق ليك يا رب إن شاء الله في الفترات اللي جاية. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر بروتوكول التعاون ما بين الوزارة وشركة أندية وادي دجلة علشان يدعموا 7 من الرياضيين المميزين في طريق تأهلهم لأولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020. الرياضيين دول هم علي الصاوي في الكاراتيه، ومحمد عبد الموجود في الجودو، وإسلام حامد في الخماسي الحديث، وعبد اللطيف منيع في المصارعة، ومحمد طاهر زيادة في الفروسية، ومحمد صفوت في التنس الأرضي، وكمان معاهم منتخب الكرة الطائرة جلوس. حضر مراسم التوقيع الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، والمهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، وطارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية. كاميرا إنبوكس كانت موجودة في المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع البروتوكول، هنروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. النهاردة مع وادي دجلة هو نموذج مشاركة مجتمعية، مشاركة مجتمعية بتخصيص يعني جزء مالي بيكون موجود للاعبين، والجزء المالي ده هو رعاية بالإضافة إلى اللي احنا بنخصصه للاعبين. ده بيتأتى عليه أو ليه انتهاء من المعسكرات المفروض اللاعب بيقوم بيها، الاشتراك في مباريات التأهيل اللاعب بيقوم بيها، المتطلبات حتى الشخصية اللي موجود اللاعب عشان يكون عنده حالة نفسية أو حالة اجتماعية تؤهله للمنافسة في سنتين. وده طبعا هيكون مكملين ان شاء الله 2024 بنفس المنهج. طبعا ما كانش فيه قبل كده دعم للرياضيين، وطبعا ده احنا محتاجينه، لان عمرنا ما نحقق ميداليه غير لما يكون فيه دعم مادي ونفسي، لان الدعم المادي بيشمل التغذيه والتدريب، وانت بتعمل معسكرات بره طبعا عشان تجيب بطولات، فالحمد لله يعني. طبعا ده واجب وطني وقومي، وانديه وادي دجلة ما تتأخرش، دي رسالتها ورسالة أهداف مشتركة، الوزارة بتحقق أهدافها وإحنا بنحقق أهدافها. ده مبادرة كانت من وزارة الشباب والرياضة وإحنا شاركنا فيها، المحور بمحور رعاية الأبطال، وفي محور آخر اللي هو مراكز الشباب، وده هينعكس علينا بفايدة وهينعكس على وزارة الشباب والبلد أكيد بفايدة إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للأبطال بإذن الله. حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا احنا، خصوصا كاتحاد منشأ جديد، احنا تقريبا الاتحاد بتاعنا بقاله سنة، فطبعا وادي دجلة أول راعي للاتحاد بتاعنا إن شاء الله. احنا المنتخب بتاعنا رقم 3 على العالم، صاحب برونزية ريو دي جانيرو الدورة الأولمبية اللي فاتت، تطلعاتنا إن شاء الله الجاية بمساعدة طبعا الراعي ومجهودات سيادة الوزير إن احنا إن شاء الله نحافظ على الميدالية، أو إن شاء الله نلعب فاينل أولمبياد طوكيو بإذن الله رب العالمين. أول مرة يحصل بروتوكول قوي كده من قطاع خاص مع وزارة الشباب والرياضة عشان يدعم الأبطال الأولمبيين إن شاء الله في إعدادهم لطوكيو، فالحمد لله انا من كنت من ضمن اللعيبه اللي مضوا البروتوكول، وان شاء الله نقدر مع بعض ان شاء الله نحقق احسن حاجه ان شاء الله في طوكيو. شايفه البروتوكول دي خطوه كبيره جدا وكويسه قوي في يعني للرياضه المصريه والوادي دجله ولينا كاحنا السبع لاعبين اللي اختاروهم. البروتوكول ده هيساعدنا ان احنا نحتك بالبلاد اللي بره، وان احنا نعمل بطولات اكتر ومعسكرات اكتر، فنقدر ان احنا نحسن من مستوانا ونوصل لاهدافنا ان شاء الله، ونوصل لهدفنا الكبير اللي هو طوكيو 2020. ويا جماعة روح معاكم دلوقتي الخبر مهم جدا، وطبعا عن أبطالنا أبطال العالم في الإسكواش. محمد الشرباجي لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش ونجم نادي سموحة
فاز ببطولة بي جي مورغان الدولية واللي اتلعبت من أيام في أمريكا، وكان مجموع جوائزها 195,000 دولار. محمد فاز باللقب ده بعد ما كسب زميله في المنتخب والنجم نادي الجزيرة طارق مؤمن بنتيجة 3-1. محمد خسر الشوط الأول بنتيجة 9-11، وقبل ما يفوز بالتلات أشواط اللي بعد كده بنتيجة 11-7 11-7 11-5 في ماتش استمر مدته 76 دقيقة. مصر كانت طبعا مسيطرة على منافسات الرجال. فلو رحنا بقى للنصف النهائي هنشوف ان محمد الشرباجي كان صعد النهائي بعد ما كسب زميله كريم عبد الجواد، اما طارق مؤمن فتأهل على حساب زميله علي فرج. وطبعا من يوم مبروك لكل لاعبتنا وكمان لمحمد الشرباجي، ودايما السكواش المصري كده رافع راسنا لفوق ما شاء الله في كل البطولات الدولية طبعا اللي احنا بنشارك فيها. 1,000,000 مبروك ليك يا محمد. هروح معاكم دلوقتي لمنتخب المنيا والأهلية للصم، صعدوا من المجموعة الثانية من هيئات دوري مراكز الشباب للصم واللي اتعمل في مدينة الغردقة في الفترة من 15 ولحد 23 يناير اللي احنا فيه، وكانت بتنظمه وزارة الشباب والرياضة. المجموعة دي كانت مكونة من 6 فرق، وهي المنيا والأهلية وأسوان والأقصر وقنا وبني سويف. وكانت المجموعة الأولى كان صعد منها منتخب أسيوط والقاهرة، طبعا ده في المنافسات اللي اتلعبت الشهر اللي فات، وبعد كده يعني هيتبقى بقى المجموعة التالتة والرابعة واللي هيتلعبوا في محافظات دمياط ومطروح. هنسيبكم بقى مع التقرير ده من منافسات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم، وهنرجع تاني. احنا بدأنا شغلنا من شهر 11 السنة اللي فاتت 2019، بنبدأ بقى ان احنا نراجع ورق الفرق. احنا كان عندنا مجموعة تمهيدية في القاهرة، كان من ضمنها البحر الأحمر، في المجموعة الأولانية المجموعة الأولى اللي حضرناها برضو في القاهرة، دي المجموعة الثانية اللي احنا بنحضرها في البحر الأحمر، في عندنا المجموعة الثالثة بإذن الله إن شاء الله نحضرها في دمياط، أما المجموعة الرابعة إن شاء الله في مرسى مطروح، أما المجموعة دور الثمانية اللي هي النهائية بقى خلاص الفرق بتصفي إن شاء الله نحضرها في اسكندرية في شهر 4 بإذن الله. فريق العمل بتاع مكتب ذو القدرات والهمم بصراحة من الناس اللي عاملين شغل كويس قوي، ورد الفعل والفرحة بتاعت الولاد في الممارسة في إطار البطولة حاجة يعني تسعد أي حد، وفعلا من المشروعات اللي بتقوم بيها وزارة الشباب والرياضة الناجحة جدا. هو طبعا البطولة الغردقة بتستضيف مجموعة من ضمن الأربع مجموعات على مستوى الجمهورية، وطبعا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي واللي هو عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. دايما الغردقة بتبقى مستهدفة لإقامة البطولات بالذات في فصل الشتاء. الدوري بيلاقي اهتمام من مكاتب ذوي الاحتياجات والقدرات اللي منتشر على مستوى مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. ده فكر وفلسفة وزارة الشباب والرياضة، الاهتمام بكل الأنشطة وكل فئات المجتمع، وخاصة الفئات ذوي الاحتياجات والفئات ذات القدرات وذوي الهمم والقدرات الخاصة. طبعا طبيعة البحر الأحمر محافظة ساحلية وبتمتاز بالجو والجمال المناخ المتميز بيها والمناطق السياحية، فبيبقى فرصة كمان لشبابنا وأبنائنا من ذوي القدرات والهمم إن هم يتعرفوا على محافظة عريقة ممتدة لأكثر من 1,000 كيلو ويستمتعوا بالجو فيها. احنا موجودين في دوري مراكز شباب للصوم والمقم في النسخة التالتة. احنا كوزارة شباب ورياضة بنفخر وبنسعد ان احنا ننظمه. احنا بنحاول نشتغل على الكيفية اللي بتلقى قبول لدى الأشخاص من ذوي القدرات والهمم، بمعنى ان احنا بنشوف ان هم ايه الرغبات والميول بتاعتهم، فاحنا لقينا ان الصم والبكم بيميلوا ان هم بيمارسوا كرة القدم، فنظمنا لهم دوري في فئة عمرية تحت 25 سنة وفي 5 تحت 30 سنة بحيث ان احنا نلبي رغباتهم. طبعا الفكرة اللي هي خرجت من وزارة الشباب من خلال مكتب ذوي القدرات والهمم دي ان هم يعملوا له دوري مراكز شباب يجمع المنتخبات بتاع المحافظات الجمهوريه كلها، دي طبعا احنا حاليا في النسخه الثالثه
السنه دي. طبعا كل سنه في طفره اكبر اكبر اكبر. في طبعا الوزاره بتعمل رعايه واعلان الكلام ده كله، فبقى عرفنا نوصل للفئه دي. في تطوير ليهم هم على المستوى الشخصي. لو هنتكلم عن التنظيم او النسخه الثالثه ليا هنا، انا بقالي 3 سنين معاهم وببقى فرحانه جدا بالشغل معاهم. السنه دي التنظيم احسن من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. السنه دي في تجهيزات اكتر، في اتصالات مع ناس كتير، في اتصالات واهتمام بقنوات اكتر. صراحه ما فيش حد بيقول لنا لا لذوي القدرات. من اول بطوله كنا بندور ان ازاي بطوله زي دي قويه، عشان هم ذوي القدرات والهمم يكون لهم اهتمام. فانتوا طبعا اديتونا الدور اللي احنا دوت ان يكون في اهتمام اعلامي، فانا بشكركم جدا على الدور الجميل اللي انتوا قمتوا بيه والاهتمام بذوي القدرات والهمم او ضعاف السمع يعني اللي هم الصم. وبشكر استاذ محمد عبد الستار اولا ان هو عامل لنا حاجه يعني تلهينا عن كل حاجه، والحمد لله يعني صعدنا الدور الثمانية وان شاء الله يعني نصعد للنهائي برضه. وكل الشكر للاستاذ محمد عبد الستار برضه. ورجعنا لكم مره تانية وان بوكس سبورتس. هروح معكم بقى دلوقتي للرمايه. الاتحاد المصري للرمايه برئاسه العميد حازم حسني اعلن استضافته للبطوله العربيه ال15 للرمايه على الاطباق المروحيه، وكمان بطوله الشيخه فاطمه بنت مبارك للسيدات، واللي هيتلعبوا في الفتره من 17 ولحد 26 فبراير اللي احنا فيه. المفروض البطوله دي هتتلعب على ملاعب نادي الرمايه بالهرم ونادي الصيد ب 6 اكتوبر، وهيشارك فيها 350 لاعب، وهم هيكونوا من 13 دولة مختلفة، من مصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا واليمن والكويت ولبنان والإمارات والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان. طبعا كل التوفيق لاتحاد الرماية في تنظيم بطولة تليق طبعا باسم ومكانة مصر الكبيرة إن شاء الله. من الرماية هنروح معاكم للدرجات. منتخبنا الوطني الأول للدرجات فاز بالمركز الثاني في بطولة أفريقيا للمضمار، واللي اتلعبت على مضمار استاد القاهرة الدولي في الفترة من 16 ولحد 20 يناير اللي احنا فيه. مصر جت في المركز الثاني بعد ما حققنا 31 ميدالية بعد جنوب أفريقيا. البطولة شارك فيها 12 دولة، وهم مصر والجزائر وليبيا والمغرب وسيشل وكينيا وبروندي وبوركينا فاسو وكوديفوار والسودان وجنوب افريقيا ونيجيريا. طيب احنا معانا تقرير بقى عن البطوله، تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني، يلا بينا. كنا عاملين قبليها بطولة العربية للمضمار برضو، وكانت فرصة انها اول مرة تتعمل. حاولنا نتعلم فيها ازاي تنظيم بطولة مضمار، لان احنا طبعا اول مرة ننظم بطولة مضمار في مصر وعلى المضمار هنا مضمار القاهرة الدولي، وكانت فرصة كويسة جدا واكتسبنا خبرة اهلتنا ان احنا نعمل تنظيم جيد جدا للبطولة الافريقية للمضمار بشكل جيد. وده حصل يعني من كل الدول اللي كانت مشاركة أثنت على التنظيم. يعني الحمد لله البطولة الأفريقية شاركنا فيها مصر، وكانت منافسة بالنسبة لنا قوية طبعا، منافسة بين جنوب أفريقيا والجزائر والمغرب ونيجيريا وبوراندي بوركينا فاسو والسودان، مجموعة كبيرة طبعا من الفرق الأفريقية وأقوى دول في القارة. كانت منافسة قوية بيننا وبينهم، الحمد لله قدرنا نحقق 30 ميدالية على مستوى البطولة كلها، وكان من ضمنهم السباق المؤهل إن شاء الله لأولمبياد طوكيو بالنسبة للعيبة ابتسام زايد، الحمد لله كان امبارح وحققت الميدالية الذهبية فيه، وده أهلها للمشاركة في بطولة العالم اللي جاية إن شاء الله. الحمد لله دي كانت أول ليا بطولة في الرجال كبار، والحمد لله حققنا مراكز كويسة، اللي إحنا جبنا مركز أول، ودي كانت بداية حلوة طبعا اللي إحنا نعمل كده في الكبار في أول ما طلعنا.
وان شاء الله نعمل احسن من كده السنه الجايه. طموحاتنا ان احنا نحقق رانكينج اعلى، ان احنا نكون طبعا نتقدم على ترتيب العالم، ان احنا نكون مستوانا احسن ان شاء الله ونجيب ترتيب كويس على العالم، نكون من الثلاثه الاوائل. الحمد لله جمعت لحد وقتنا هذا 1432 نقطه، وده خلى الرانكينج بتاعي ينافس فوق في الرانك العالمي، واهني امبارح لبطوله العالم في برلين 2020، فطبعا ده حاجه كبيره جدا لينا. ومستوى اللي كنا بننافس عليه مش مستوى افريقي، المستوى بننافس عليه مستوى قريب جدا جدا من العالمي. كان الحمد لله يعني كمشرف لكل افريقيا، وعملنا اللي احنا نقدر عليه ان احنا نبين مصر ان هي دايما دايما هي كل احوالها صوره كويسه، والحمد لله اخذنا البطوله. والله يا جماعه بصوا حاجه مشرفه جدا بنشوفها عندنا، يعني معظم الالعاب الرياضيه بقى المختلفه بيحاولوا مراكز متقدمه جدا. يعني لما نشوف عندنا الدرجات او اللعيبه بتاعتنا هما بيتكلموا حقيقي مراكز طبعا متقدمه، هم حاسين بالفخر قد ايه احنا حاسين. يعني عندنا 31 ميداليه محققها عندنا يعني منتخبنا للدرجات، وان هو كمان فاز بمركز الثاني برضو دي حاجه محترمه جدا، وان شاء الله يحاول بقى المراكز الاولى والمركز الاول في الفتره القادمه، لكن طبعا دي حاجه بالنسبه لنا مشرفه جدا جدا. طيب هنروح معاكم بقى للكره الطائره. قرعه البطوله العربيه لرجال الكره الطائره رجال رقم 38، واللي المفروض هتتلعب في مصر في الفتره من 16 ولحد 28 فبراير اللي جاي، اتعملت خلاص من ايام في البحرين. القرعه اسفرت عن وقوع الاهلي في المجموعه الاولى مع فريق اساريا الليبي والسيب العماني وخيبل اليمني والهلال السعودي، اما الزمالك فجي بقى في المجموعه الثالثه مع فريق غاز الجنوب العراقي وبني ياس الاماراتي ووادي موسى الاردني والسلام العماني. ولو بصينا بقى على المجموعتين التانيين هنلاقي المجموعه الثانيه بتضم فرق خدمات جبليا الفلسطيني والهلال الليبي والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي، وأخيرا المجموعة الرابعة واللي بتضم بقى كل من الشعلة اليمني والبشمركة العراقي وقزمة الكويتي والأهلي السعودي وسنجل الفلسطيني. طبعا كل التوفيق لممثلي بقى مصر في البطولة القوية، واللي هيشارك فيها 20 نادي هيتنافسوا مع بعض على لقب البطولة، وإن شاء الله نحصل عليها بإذن الله برضو مع أنديتنا المصرية. هنروح معاكم بقى لكرة السلة. مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين الكابتن طارق سليم في منصب المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك في الفترة اللي جاية. القرار ده جه بعد ما كابتن عصام عبد الحميد كان قدم استقالته بسبب سوء النتائج للفريق في الفترة اللي فاتت. كابتن طارق هيساعده في الجهاز الفني كابتن هشام أبو سريع في منصب المدرب العام، وكابتن طارق السعيد في منصب المدير الإداري. نادي الزمالك هيستغل بقى توقف الدوري بسبب مشاركة نادي الاتحاد السكندري في بطولة دبي الدولية، واللي هتتلعب في الفترة من 23 ولحد 31 يناير اللي احنا فيه، وهيدخل كمان معسكر علشان يقدر يستعد بقى من جديد لعودة الدوري واللي هتكون يوم 11 فبراير اللي جاي إن شاء الله. الزمالك دلوقتي في المركز الرابع برصيد 16 نقطة جمعهم بقى من الفوز في 5 ماتشات والخسارة في 6. طبعا كل التوفيق لكابتن طارق سليم في قيادته طبعا سلة نادي الزمالك، خصوصا بقى إن الفرقة هتلعب بطولة أفريقيا وكمان هتمثل مصر فيها إن شاء الله. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في الفترة المقبلة وفي كل البطولات اللي جايه. بصوا يا جماعه، يعني في خبر بالنسبه لي ده من افضل الاخبار اللي حصلت برضو على مدار الفتره اللي فاتت وكمان كبدايه لينا في 2020، ان مصر هتنظم لاول مره دوره الالعاب الافريقيه للاولمبياد الخاص، يعني دي اول مره تتعمل هنا في مصر معانا، وكمان ده بيبين قد ايه دعم الدوله من اخواتنا بقى من ذوي القدرات الخاصه. قبل ما اتكلم معاكم عن الخبر، احنا معانا الفيديو الرسمي لدوره الالعاب الافريقيه الاولى للاولمبياد الخاص، هنروح نشوفه ونرجع تاني. حاجه يعني في منتهى الفخر والاعتزاز. طيب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي حضروا اول امبارح المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن كل تفاصيل بقى استضافه مصر الاول العاب افريقيه للاولمبياد الخاص.
البطولة تتلعب على ملاعب استاد القاهرة والدفاع الجوي في الفترة من 23 وحتى 31 يناير اللي احنا فيه، وهيشارك فيها 800 لاعب ولاعبة ما بين بقى لاعبين من أصحاب الهمم وكمان شركائهم من الأسوياء، وهيتنافسوا في 4 لعبات وهي كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي. البطولة طبعا بتحظى برعاية كبيرة جدا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهيبقى كمان حفل افتتاحها بكرة بإذن الله على استاد الدفاع الجوي. طبعا يعني ربنا يوفق كل لاعبينا، وكمان طبعا ده دور كبير جدا بتلعبه الدولة المصرية دلوقتي في مساندة إخواتنا من أصحاب طبعا القدرات الخاصة، وبطولة كبيرة بطولة أفريقية للأولمبياد الخاص. وأتمنى من كل بقى اللي بيشوفني دلوقتي نحضر برضو البطولة يا جماعة، دي بطولة أفريقية، برضو ندعم إخواتنا وندعم أبطالنا لأن هم بيسافروا أغلبية البطولات وبيرجعوا لنا ما شاء الله بكمية ميداليات قد كده، فعايزين نقف جنبهم وبرضو نحسسهم إن هي بطولة لا تقل أهمية عن كرة القدم. يعني بطولات أفريقيا اللي احنا بنلعبها وبنروح نشجع فيها مصر وطبعا كل حاجة، هم كمان برضو يستحقوا مننا الدعم وإن احنا كمان نشجعهم. طيب احنا معانا تقرير بقى عن المؤتمر، وبعد كده هروح معاكم لفاصل وهنستقبل من بعده الكابتن مصطفى الجمل نجم مصر والنادي الأهلي في رمي المطرقة، وكمان صاحب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية، وما شاء الله بطولات تانية كتير هنتكلم معاه بعد الفاصل عنها، خليكم معانا. في البداية خلوني أرحب بيكم وأشكركم لحضور المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر ترتيبات استضافة مصر لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص، والتي ستقام في القاهرة في الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020، وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الاتحاد الأفريقي. دي أول بطولة شارك فيها ولاي هبة معانا أول مرة، أنا بقالي مع السبيشال أوليمبيكس من 2014، بس هي دي بالنسبة لها أول بطولة تشارك فيها وأول مرة تسيب بيتها وتقعد في معسكر مغلق كده معانا لمدة 10 أيام. هي بتلعب ألعاب قوة، هي المدربة الفنية بتاعتها مدربة تانية، أنا بس أنا ماسكة فرقة باسكت بس أنا معاهم عشان في المؤتمر. بس هبة جميلة زي ما أنت شايف كده، متشكرة جدا، أنا مبسوطة وانا فرحانه عشان انا بقى حقي حلمي، وانا بحبكم جدا جدا جدا. هو البطوله اول مره تنظم، وهي حاجه كويسه جدا ان احنا يعني دخلوا ناس نورمال مع سبيشال نيدز، فدي هتشجعهم جدا وان هم يبقوا يعني ليهم دور في المجتمع كبير. يعني البطوله ان شاء الله تبقى كويسه جدا يعني، وربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد البطوله باذن الله. اول مره في افريقيا، دي حاجه شرفنا عامه يعني كمصر، وان شاء الله يكون رئيس السيسي يكون في الافتتاح، ودي حاجه يعني جديده علينا كمصر كسرين يعني، دي حاجه تكون حاجه افريقيه يعني. اول مره بتقام بطوله افريقيه، ده بان افريكان، في 42 دوله افريقيه مشاركه معانا، في حوالي 800 مشارك معانا، معاهم اهلهم ومعاهم مدربينهم. دي بتقام في القاهره لاول مره في افريقيا وفي مصر، واحنا سعداء جدا انها بتقام في خلال الفتره اللي ترأس فيها السيد عبد الفتاح السيسي رئاسه دول افريقيا، فبتنتهي في اخر يناير، وبالتالي احنا في هذه المرحله من اخر السنه بنقيم هذه البطوله لاول مره، وليها رد فعل عظيم جدا في افريقيا وفي دول العالم. بصوا يا جماعه، يعني الواحد والله بيحس بالفخر كده والاعتزاز لما يكون موجود معانا بطل
من ابطالنا المصريين اللي دايما بيحققوا انجازات يعني على مدار بقى يعني سنوات كبيره وشق يعني طريقه من زمان وما شاء الله سواء بقى بطولات عربيه افريقيه وكمان برضو عالميه. النهارده احنا معانا الكابتن مصطفى الجمل وهو طبعا بطل مصر وافريقيا والعالم في رمي المطرقه والحاصل كمان على دوره الالعاب الافريقيه في المغرب اللي فاتت وكمان اللي قبليها وما شاء الله برضو اللي قبليها يعني ثلاث مرات ذهبيه على التوالي وهو النهارده مشرفنا ومنورنا وطبعا نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن مصطفى الجمل. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا احمد؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. منورنا والله. نورك ربنا يخليك. اشكرك. ما شاء الله نفسي ابدا معاك يعني بكل البطولات لكن حابب ارجع معاك للاول خالص حبك بقى لرمي المطرقه وكمان ايه اللي دخلك في الموضوع ده من الاول خالص؟ والله في البدايه انا ما كنتش لعيب العاب قوه يعني اساسا انا كنت لعيب سباحه. تمام. وفي الاهلي برضه كنت لعب سباحه بس طبعا احنا في الاسره رياضيه شويه والدي كان لعيب منتخب مصر فولي شامل جمل ولعب اولمبياد لوس انجلوس 84 فهي اسره رياضيه يعني انا كنت لعيب سباحه ودخلت بس طبعا ما دخلتش مجال الفولي زي والدي. تمام. بس اخويا الكبير كان بطل مصر برضه وعرب وافريقيا في المطرقه فمره دخلت الملعب عنده وقلت عايز اجرب العب مطرقه يعني بس طبعا من الرفض ان انا كان لعيب سباحه جسمي رفيع مش زي بتلعب القوه. فالمدرب طبعا قال لي يا مصطفى مش هينفع فضلت اسبوع كامل ازن عليه ان انا عايز ارمي مطرقه عايز اتعلم مطرقه لحد اما جاب لي المطرقه وقال لي اعمل مرجحه وكان في اطفال ساعتها في سني بيدوروا اربع دورات وبيرموا مسكت المطرقه كنت بتشوف مين اللي بيلعب قدامك المطرقه؟ لا كان في اطفال من سني انا كنت لسه اعرفهم انا عايز العب مطرقه. تمام. فهو قال لي خلاص امسك المطرقه واعمل مرجحه فقط وسيبها مفيش دورات لسه ما اعرفش ادور توافق عصب عضلي مفيش فرحت عامل المرجحه رميتها مسافتي عدت الاطفال اللي بيدوروا اربع دورات فهو يعني استغرب قال لا استنى تعالى انت اكتشاف بقى في اللعبه ده وانت بتلعب سباحه وكنت لعيب سباحه حاجه ثانيه خالص يعني سبت السباحه بقى ودخلت بقى في العاب القوه. ده كام سنه هنا بقى؟ كنت عندي 13 سنه خلاص انا بقى يعني الموهبه ظهرت عندك في العاب القوه في المطرقه. يعني كمان برضو انت رحت اللعبه مش سهله خلي بالك مش سهله خالص يعني بتحتاج برضو قوه بدنيه تاني اصعب ايفنت في العاب القوه عاليه يعني بعد القفز بالزانه تاني اصعب ايفنت هي المطرقه. طب بعد كده بقى الموضوع يعني استمر معاك ازاي؟ تطور معايا بقى الموضوع يعني كان الاول قعدت اتعلم ولعبت شويه تحت 14 16 18 كان اول بدايه ليا تحت 18 سنه اتاهلت لبطوله العالم بس طبعا كان في ثانويه عامه وكده ما سافرتش وشاركت في بطوله العالم للشباب كان اول ظهور ليا بطوله العرب تحت 20 سنه عملت ذهبيه بطوله افريقيا تحت 20 سنه برضه عملت ذهبيه بطوله افريقيا كبار 2007 في اثيوبيا وانا كنت لسه تحت 20 سنه عملت فضيه مع الكبار فهنا بقى ابتدى بقى انا فاكر طبعا يعني يمكن انا ومصطفى كان لنا لقاء قبل كده من حوالي سبع سنين بالظبط كده علشان كده قلت ان هو شق طريقه من زمان يعني هو الراجل ده يعني من هو صغير زي ما قال كده يعني حصل على كميه بطولات يعني ما شاء الله هو لسه في سنه صغير وما دخلش بقى في منافسات الكبار لكن بعد كده بقى المرحله انتقلت معاك بقى للمحترفين والكبار المحترفين بقى خلاص بقت هي يعني خلاص بقت حياتي هي العاب القوه المطرقه يعني خلاص يعني انا ما عندي انا مفرغ للرياضه انا ما عنديش شغل انا هي شغلتي هي الرياضه يعني حلمي هدفي باذن الله بدون مقاطعه ان شاء الله الميداليه في طوكيو ان شاء الله بالنسبه لك هتكلم لا هتكلم معاك بقى عن ان شاء الله يعني الاولمبياد اللي جايه باذن الله لكن ناخد الموضوع واحده واحده كده يعني نديله حقه ماشي. طيب انت بالنسبه لك اول بطوله شاركت فيها غير بطوله عربيه وكان بقى هو ده حلمك اللي انت المفروض يعني مركز عليه كانت اول بطوله كانت هي افريقيا للشباب تحت 20 سنه كانت في بوركينا فاسو سنه 2005 وطبعا كنت رايح اول مره هشارك دولي والحمد لله ربنا وفقني وعملت ذهبيه هناك وبعديها كانت المشاركه الاولى ليا مع الكبار وانا لسه تحت 20 سنه في اثيوبيا بطوله افريقيا للكبار فطبعا دي كانت خوف وانا كنت رايح البطوله مصطفى هيجيب خامس سادس يعني لسه اول يعني اول ماتش العب مع الكبار وانا تحت 20 سنه تمام والحمد لله بفضل الله عملت فضيه ورا صاحب الرقم الافريقي كريس هارمس بتاع جنوب افريقيا اللي هو الحمد لله انا اكسرت هو كان رقمه 80 متر ما انكسرش بقاله ممكن عدى ال 15 سنه فالحمد لله ده اللي قدرت اكسر رقمه بعديها الحمد لله عملت 81 متر وبقيت صاحب رقم مصر وعرب وافريقيا مصر معروف بقوته وجبروته وقوته ايوه مصطفى طب مصطفى بعد كده بقى الموضوع يعني مشي معاك ازاي؟ يعني شكل التدريب بتاعك اختلف طبعا انا كنت مع دكتور ناجي اسعد بتمرن معاه التدريب بتاعي بس طبعا لحد ما هو يعني اعتزل التدريب خلاص وطبعا كان معايا بيتدرب معايا كابتن خالد شوقي كان لعيب معايا وانا طلبت خالد للتدريب معايا ان هو يدربني تمام طبعا احنا قابلنا عقبات كتيره ان هو خالد يعني اصغر مني في السن
فازاي من رمك وكده. فانا يعني انا وهو تغلبنا على كل ده، وطبعا حطوا لي شرط 6 شهور لو ما عملناش نتيجه انا وخالد هيجيبوا لي مدرب من بره. طبعا الحمد لله بفضل الله قبليها ب4 شهور كنا كاسرين رقم مصر، كانت اول بدايه ليا معاه. اه ومن لا وخالد كمان عمل طفره. يعني خالد ما شاء الله احسن واخد احسن مدرب في افريقيا لحد دلوقتي. وانت كنت قد الموضوع برده معاه. الحمد لله الحمد لله بفضل الله يعني، واثبتت وجودكم وما شاء الله يعني ما استعناش بحد من بره. الحمد لله الحمد لله. طيب تحب ابدا معاك بعد كده بقى بايه؟ يعني ابدا معاك بدوره الالعاب الافريقيه الاولى بالنسبه لك؟ كانت هي اول حاجه كانت 2011 موزمبيق. وطبعا كان معايا ساعتها الجنوب افريقي كريس، وطبعا كان اول ماتش اكسبه ب 10 سنتي. طبعا و10 سنتي دي في اخر محاوله كانت حاسب ازاي 10 سنتي يعني تحرق الدم. ان انا حسيت بيها في 2014 حته السنتيات دي، يعني انا ما حسيتش بيها، انا كسبت ب 10 سنتي لكن حسيت بيها في 2014 في كاس يعني العالم. ممكن حد يكسب حد بسنتي ونص 2 سنتي؟ انا بقول لك حسيت بيها في 2014 لما انا خسرت اول وثاني. انا عملت ثاني عالم قارات 2014 وخسران 10 سنتي، حسيت بحاجه. هو رامي 78 اللي هو جايب ذهبيه اولمبياد لندن 78 98 وانا 78 89 ال 10 سنتي حسيت بحرقه الدم فيها. يعني اللي انا عملته في 2011 انا ما كنتش حاسس بيها، بس انا حسيت بيها في 2014 وقتها. اللي هو يعني الماتش مجهود بتاعه في الاخر خالص واقف على 10 سنتي يعني. 10 سنتي هي 10 سنتي. بتفكرني بالثانويه العامه على 1% 1% من كليه وكليه. تمام. وبعد كده دي اخدت فيها المركز اخدت اول الاول فيها صح؟ موزمبيق في دوره الالعاب الافريقيه، ولعبت بعديها دوره الالعاب العربيه في الدوحه في قطر، عملت فضيه. بس طبعا كنت انا مصاب، كان عندي قطع في وتر في دراعي، فعملت في لعبت وانا مصاب ان هو الوتر اتقطع هناك. انا سافرت وانت بتلعب؟ لا ده مش وانا بلعب، ده قبل الماتش. انا سافرت قبل، احنا كان العاب القوه هتلعب اخر ايفنت ان كانت الدوره طبعا عارف العاب كلها، فكانت اخر ماتش هيتلعب هو العاب القوه والمطرقه بالذات. فكان في حوالي 13 يوم قبل الماتش، وانا لسه في اول يوم تدريب هناك في قطر حصل قطع. المطرقه اتقطمت بيا، يعني المطرقه ما هي ليها عمر افتراضي ممكن، بس انا ما اعرفوش يعني المقبض او السلكه خلص. وانا بدور اتقطمت بيا، ودي طبعا انت في سرعتها في قوتك وانت بتدور هي راحت في حته وانا رحت في حته قطعت لي وتر. فطبعا كنت دراعي مش قادر ارفعه. طبعا كان معايا دكتور هناك الحمد لله فضل معايا ال 15 يوم ولا 13 يوم دول ما قطعش معايا علاج عليها لحد ما الحمد لله يعني اللي هو ايه يعتبر لصمني جبسها لي كده ان العب الماتش محاوله واحده. وطبعا نزلت محاوله واحده عملت فضه وخلاص ما قدرتش بعديها يا دراعي خلاص اتعلم ما شاء الله. الحمد لله نزلت المحاوله الواحده. هي محاوله واحده في فنزلت عملت محاوله واحده عملت فضه ورا الكويتي. بس انا كان ليا محاوله قبليها كنت كسبان بيها، بس هناك كان في كتر خيرك التحكيم برضه حاجه الحمد لله. فالحمد لله يعني ده كان 2011 دي 2011 البطوله العربيه. وبعد كده برضو دوره الالعاب الافريقيه الثانيه. بعد كده لعبت 2012 دوره الالعاب الاولمبيه لندن. لعبت لندن بس ما توفقتش فيها. دي في لندن؟ الاولمبيات لندن. لا اعرف منك ليه ما توفقتش فيها يعني، بس معلش هطلع لفاصل صغير. تمام. ونرجع تاني نكمل طبعا مع بطلنا وبطل مصر في رمي المطرقه كابتن مصطفى الجمل. خليكم معانا. ورجعنا لكم مره تانية مع كابتن مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر وكمان بطل مصر وافريقيا والعالم في رمي المطرقه. مصطفى قبل الفاصل كنت بكلم معاك عن بطوله لندن، يعني قلت لي ما توفقتش فيها. دي كانت دوره الالعاب الاولمبيه لندن 2012. انا كنت مستعد صح، بس طبعا الخطه ما توفقتش معايا، وكمان انا طلعت هناك من غير مدرب. يعني احنا لعبتنا لعبه تكنيك، يعني غلطه في زاويه بوظت الرميه، لازم يبقى المدرب شايفني بره. انا كنت طالع من غير مدرب، وكنت قبليها في بطولة افريقيا في بنين لعبتها. فرق التوقيت من هنا للندن، وكنت بلعب في بنين تحت خالص، فانا المفروض كنت يعني ما العبش بطولة افريقيا دي، هي اللي بوظت لي الدنيا كلها. وكمان رحت من غير مدرب بقى الاولمبياد، فطبعا دي كانت مشكله كبيره. واحد راح يمثل مصر في اعلى سقف للرياضه بالظبط من غير مدرب. فطبعا دي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، بس الحمد لله هو التوفيق عند ربنا. طبعا ما حصلش توفيق فيها وما دخلتش النهائي. لكن كان بعديها بقى الحمد لله 2013 فتحت الخير بقى الحمد لله بحر متوسط. عملت ذهب فيها في تركيا، ودي كانت اول ذهب تيجي بعد الدكتور ناجي اسعد سنه 72 ما شاء الله. ما جاتش تاني في العاب القوه ذهب تاني غير الدكتور ناجي جابها سنه 72 بحر متوسط. فطبعا عملت ذهبيه بحر متوسط وعملت ذهبيه تضامن اسلامي مع رقم دورات جديد. بعد كده دخلت 2014 عملت فضيه كاس عالم. برضو عملت اول افريقيا في نفس السنه برضو في المغرب. برقم بطولات افريقيا برقم دورات افريقيا جديد.
المغرب اللي فاتت ولا لا ده كانت 2014 برضه كانت المغرب بطوله افريقيا في المغرب مش حلو عليك اه الحمد لله عملت فيها رقم بطولات جديد لافريقيا ده كده لحد وكان نهايه الموسم في 2014 بفضيه كاس العالم اللي خسرت فيها ال10 سم دي بيني وبين الاول صاحب ذهبيه لندن فدي كانت لحد 2014 وبعد 15 كانت بطوله العالم لعبتها في الصين بس طبعا كنت بلعب اصابه كان المفروض ان انا اتمنعت ان انا انزل قبل الماتش باربع ايام اتمنعت الدكتور قال لي ممنوع تنزل ماتش ان كان الوتر واقف في رجلي على شعره انه يتقطع فقال لي انت مسؤول عن نفسك يعني انت ممنوع تنزل فانت مسؤول عن نفسك ساعتها كلمت مع مدربي وقلت له انا هنزل قال لي تنزل يعني هو قال لي كده قال لي انت هتنزل الماتش هتطلع على عربيه الاسعاف هو كان مش شايفين اللي يحصل قال لي هتنزل وتطلع فعلا انا لعبت ثلاث محاولات دخلت فاينل عملت سادس برجل واحده 76 متر وكان لسه فاضل لي ثلاث محاولات تانيين خدوني الاسعاف ما قدرتش اقعد على الارض مش قادر خلاص طب مصطفى في البدايه خالص يعني اول ما انت حسيت ان انت المفروض يعني في قطع جزئي في الرباط عندك ما كانش جزئي ده كان خلاص يعني هو واقف الجزئي في الاول لحد ما حصل بالكامل قطع كامل يعني ما كنتش حاسس بوجع في الاول ما كنتش لا ما كانش في ان الرجل تبقى فيها عضل شايل الوجع ده لحد ما وصل خلاص ان بقى هو جزء اللي واقف عليه يعني الوتر كله اتقطع ما فيش غير الجزء اللي واقف عليه الوتر فطبعا انا خلاص انت حلم حتى في البدايه ممكن يتلحق في البدايه يتلحق بايه بقى بالعمليه بيخش عمليه برضه خيط الوتر لكن مش تقويات بقى ولا حاجه ملهاش علاقه لا 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 لازم يخش برضه لازم جراحه يخش يتخيط الوتر فبس طبعا انا ما كنتش حاسس بان كانت في رجلي فيها قوه انها شايله الوجع بس بعد كده انا خلاص وصلت لبطوله العالم خلاص شكرا فمش هينفع ان انا اقول لهم لا السلام عليكم انا ماشي بالظبط فاللي هو انا هلعب وخدوني على الاسعاف بعد كده فانا لعبت ثلاث محاولات والثلاث التانيين ما قدرتش اكمل الاسعاف خدتني وطلعت بره الملعب ما قدرتش بقى خلاص وعملت سادس فيها ورجعت مصر دخلت في بقى قصه العمليه وان انا اتمرن لقيت رجلي يعني بقت احسن يعني استجابت معاك يعني عشان انت عايز من غير ما اعمل عمليه لا من غير ما اعمل عمليه رجلي بقت احسن ما رجعت مصر انا بقى كسلت في العمليه فبقيت اتمرن لحد قبل البرازيل وفي قطع بتمرن عليه بس انا مش حاسس بيه وحتى لما رحت كشفت العنيد انت برضه الدكاتره قالوا لي يا ابني انت في حد بيدعي لك قال لي ده رجلك يعني ما فيهاش اي حاجه وفعلا بتمرن بدون اي سابق خلاص يعني فاضل 3 شهور على البرازيل خلاص فاضل 3 شهور بتمرن وبستعد وفجاه وانا في التمرين الحديد الرجل الثانيه الوتر اتقطع لوحديها ما انت محمل عليها يعني كانت الشمال هي اللي كانت وجعاني بقت كويسه ما انت الشمال انت اصلا مش حاسس بيها عشان العضله اللي شايلها بس انت محمل الاساسي على الرجل الثانيه حتى فجاه الثانيه راحت مقطوعه يا ساتر اتقطعت وانا في الحديد على طول اتشلت كان لازم العمليه يعني يعملوها في نفس اليوم ان الوتر كان يتسحب لفوق فطبعا دخلت المستشفى وعملت العمليه طبعا ما كانش ليا الحظ ان انا اروح الاداره الاولمبيه وخلصت ساعتها الذهب 78 متر الاول وانا رقم 81 ما شاء الله يعني رحت تجيب ميداليه على طول بس الحمد لله هو ربنا ان شاء الله كاتب لي الاحسن في حته ثانيه الميداليه الجايه بقى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في طوكيو ان شاء الله باذن الله وبعد كده بقى شاركت يعني الحمد لله تعافيت من الموضوع الحمد لله شاركت بقى 2018 اول بطوله افريقيا لعبتها في نيجيريا وخدت فيها الذهب وبعدها لعبت كاس العالم برده خدت نفس البوزيشن برده ثاني عالم قارات كانت في التشيك وبعد كده رجعنا دخلنا 2019 في دوره الالعاب الافريقيه الحمد لله عملت ذهب فيها لما ريحت شويه واجواء العمليه وطبعا مش لطيف والتاهيل يعني. لا التاهيل برضه اللي عامل اساسي طبعا ما حسيتش ان في فرق يعني ما بين الفتره دي ورجوعك للملعب مره ثانيه لا طبعا في فرق انا طبعا بعيد بقالي مثلا كان سنتين ان انا بعيد عن الاضواء وكنت نازل لعبت افريقيا انت خلاص راجل بس الحمد لله دلوقتي يعني الحمد لله انا ماشي على الطريق صح الحمد لله دلوقتي بص يا جماعه يعني قبل ما نطلع على الهواء معاكم هنا انا بقول لمصطفى يعني مصطفى قول لي كده انت واخد كام ميداليه لحد دلوقتي عمل كده قال لي والله بص انا لعبت بطولات كتير اصل هنحسب الدوري مع بعض وانت ايه نعمل سرد على الهوا كده ونفتكر مع بعض قلت له يلا بينا انا معاك في الليله دي طب مصطفى يعني احنا المفروض دلوقتي بنستعد للبطوله القويه جدا والاولمبياد اللي جايه في طوكيو ان شاء الله 2020 ان شاء الله قول لي كده بتعمل ايه وشكل بقى التمرين بتاعك اخباره ايه وكمان معسكر بتاعك دلوقتي انت متواجد فيه انت وكام لاعب هو حاليا انا موجود في يعني في مصر انا ما بخرجش معسكرات دلوقتي ببقى متواجد في مصر طبعا انت عارف ان بره مصر دلوقتي الدنيا بيضة كلها تلج فاحنا لعبه اوت دور مش اندور تمام احنا اول ماتشات عندنا هتبدا كمان خارجيه في شهر 5 11/5 ان شاء الله اللي جاي في الصين ده اول ماتش ملتقى نلعبه المطراه ان طبعا المطراه ليها تشالنج لوحديها غير الرمح مثلا زي ايهاب ايهاب الدوري الناسي الدايمون ليج ده لكن المطراه مش موجوده في الدايمون ليج عشان طبعا النجيله وبيخافوا عليها والمطراه بتنزل بتعمل تفجير في النجيله فاحنا لينا دوري لوحدينا طبعا اول ماتش هيكون 11/5 في الصين وبعد كده وقبليها ان شاء الله في مصر هلعب بطوله الجمهوريه يوم 17/4 وقبليها في بطوله 27/3 في حوض النيل برده في مصر
وان شاء الله يكون فيها التاهل رقم التاهيلي على طول ان شاء الله في اول بطوله. يعني كلها بطولات ان شاء الله تؤهلك بقى باذن الله للمنافسه في طوكيو بقى 2020 باذن الله, واحنا والله عندنا امل باذن الله كبير جدا ان انت هتروح ترجع بميداليه ان شاء الله. ايهاب انت وايهاب ان شاء الله ان شاء الله والله يا رب. مصطفى باذن الله يعني كل التوفيق ليك الفترة اللي جاية, وانت يعني حاجة مشرفة لينا كلنا كمصريين وكمان في ألعاب القوى بالأخص يعني في رمي المطرقة. مصطفى الجمل نورتنا جدا, ربنا يخليك يا احمد نورك ربنا وبالتوفيق يا رب ان شاء الله الفترات اللي جايه باذن الله. ربنا يخليك, شكرا جدا ليك يا جماعه. خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من ان بوكس سبورتس, استنونا بقى الاسبوع اللي جاي. سلام.